اسأل سؤال، هو مين فينا ما عداش في يوم من الأيام بتجربة حب أو صداقة أو حتى شغل وتعلق بيها قوي زيادة عن اللزوم؟ يا ترى التعلق ده بيوصل بينا لفين؟ يعني هل بيوصل لحد إن احنا نحزن حزن شديد ونوصل لمرحلة اكتئاب وقلق وتوتر وحياتنا تقف، اللي هو فكرة التعلق المرضي، ولا بالعكس بيكون ساعات التعلق بشخص أو بشيء أو بمكان هو خطوة لبداية جديدة بشكل جديد؟ طب في الحب، هل بنقدر إن احنا ننسى بسرعة الشخص اللي بنتعلق بيه ده لو حسينا إن هو بيستنزفنا أو بيستغلنا أو إن العلاقة معاه بقت مرهقة أو متعبة، ولا مش هنقدر؟ نتجاوز إزاي؟ مناقشة مهمة جدا في الفقرة دي، واللي منورانا فيها في الاستوديو دكتورة نهى الخولي، استشاري العلاج المعرفي، اللي هي تكلمنا بالتفصيل ازاي ان احنا نقدر نتجاوز ده، وايه هو الفرق ما بين التعود والتعلق والحب الحقيقي. اهلا بيك يا دكتورة منورانا. اهلا وسهلا بيك يا دكتور نهى الخولي، وعرفينا مبدئيا الاول ايه مفهوم التعلق وهل ليه اشكال مختلفة؟ التعلق عبارة عن علاقة أو رباط بينك وبين يا شخص يا مكان يا هواية أي حاجة. في تعلق بيبقى مش مؤذي، اللي هو التعلق اللي هو بيخليكي يبقى فيه علاقة تبادلية، بمعنى أنا متعلقة بالمكان اللي بشتغل فيه عشان أنا حاسة بذاتي، فأنا بدي والشغل بيديني، فهي زي ما بيقولوا win win situation، يعني أنا بستفيد وبأفيد. في تعلق اللي هو إشباع لحاجة ناقصة جوايا، بمعنى لناخد في العلاقات مثلا، أنا متعلقة بهذا الشخص لأن الشخص ده بيديني بيحسسني إني كذا 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 كذا. طب التعلق ده هل هو متبادل؟ هل انا بضيف لك زي ما انت بتضيف لي؟ لو انت بتضيف لي وانا بضيف لك يبقى اسمها حب، فهذا الحب ينمو بينا احنا الاثنين واحنا نكبر معاه. اما ان انا اكون متعلقه بمكان او شخص او عاده واستنفذت طاقتي فيها، بمعنى عمال اقدم تنازلات، عمال اقدم حاجات عشان اللي قدامي يبقى راضي عني، يبقى ده تعلق مرضي. يبقى هنا في الناس دي بتبقى خايفه من الوحده او خايفه انه ما تلاقيش حد يقول لها الكلام اللي هي بتحب تسمعه، او ما تلاقيش حد يدعمها الدعم النفسي او المادي حتى اللي هي بيقدمه لها، فهي خايفه ان هي تفقد ده، وبالتالي ان هي بتفضل متعلقه بالشخص فتبتدي ان هي تقدم بدون حساب. بدون حساب. طيب تعالي بقى شوفي دايماً بقى دايما موجوع، فالشخص ده ممكن يبتزها عاطفيا او يستغلها عاطفيا. شوفي انت قلتي حاجتين، خايفه من ان هي تبقى وحيده، واحد. اتنين، انا عايزه حد يقول لي كلمات اطراء. اتنين. الحاجتين دول لما تيجي تناقشيها مع نفسك، طب هو انا ما اعرفش امدح نفسي، واللي هو بنقولها أثني على نفسي أو كلمات الإطراء أخدها من نفسي، إيه الفرق بيني وبين اللي قدامي لما يقولها لي؟ اللي قدامي هيديني قيمة لما يقولها، أنا هحس بقيمتي لما اللي قدامي هيقولها لي، ولا أنا لازم أكون حساها صح لما يقولها لي؟ شكرا. ما قالها ليش برضو شكرا، أنا حساها. أنا عندي أزمة ثقة في نفسي. شكرا. شفتي أنت وصلتي لفين؟ يبقى انا وصلت ان البني ادم اللي بيعتمد على الاطراء من الاخر عشان يحس بقيمته، هو عنده معتقد في نفسه ان هو ما عندوش ثقه في نفسه، فمستني اللي قدامه يقوله قد ايه انت حلوه. طب ما انا حلوه. شكرا. ما قاليش انت حلوه. شكرا برضو. ما انا حلوه. هنا لما تلاقي انك انت مستنيه كلمه الاطراء وكلمه الاعجاب والإشادة من الآخر، لو أنت مستنية يبقى أنت عندك معتقد جواكي قايلك أنت مش كفاية، مستنية اللي قدامك يعرفك قيمتك. طيب دكتور نهى، إزاي نعرف أن أنا متعلق بالشخص ده تعلق مرضي وأعراضه إيه؟ أعراضه يا ستي، أول حاجة تحس أنك أنت مهانة. أنا مهان في هذه العلاقة، يعني ما فيش احترام متبادل. كويس. مهان وبكمل. وبكمل الستات بتتعرض للعنف الاهانه وبتكمل. مهانه
ومكمله في العلاقه ديت اللي هي مش سويه، تحس ان هي لو هذا هذه العلاقه او هذا التعلق مش موجود انا هموت، انا مش هعرف اعيش من غير سين صاد عين، ايا كان بقى سين صاد عين ده. انا متوتره لو ما قاليش كلمه حلوه او ما اخدتش اللي انا عايزاه، انا لا انا فيا حاجه، ابتدي اشكك في نفسي. لما توصلي انك انت تشكي في نفسك فده تعلق مرضي، يبقى انت محتاجه انك انت تراجعي نفسك. هو قال انا جبت المعتقد ده منين؟ منين اخدت كلمه ان انا لا هو اذا ده سيدي راضي فانا راضي، سيدي مش راضي انا مش راضي. ما هياش كده عمر ما كانت، ده التعلق المرضي. ساعتها لازم واحده تقف كده وتقول لنفسها، تراجع نفسها، لازم تراجع نفسها. هو ليه انا بابتز عاطفيا عشان اللي قدامي يرضى عني؟ ليه؟